تحية لسوريا لكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم. جد سعيد بحضوري معكن اليوم في هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار التمكين السياسي للمرأة أداة أو رافعة أساسية للتنمية، شعار الذي اختاره مجموعة من الأخوات في اللجنة التحضيرية بعد نقاش عسير. يمكنوا أنهم وصلوا لهذا الشعار اللي عنده عدة دلالات. هذا المؤتمر اللي كان تحضيري وكان مكتف وعنوانه اللي كان المسؤولية والتنمية والحماس. اليوم ها هي الدينامية التنظيمية لحزبنا تتواصل بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني السادس للحزب في أكتوبر 22، المؤتمر الوطني الثالث لمنظمة شبيبة الدستورية في مارس 23، يلتئم اليوم المؤتمر الوطني الرابع للمنظمة أو لمنظمة المرأة الدستورية مستشرفا آفاقا جديدة لهذه المنظمة العتيدة التي تأسست قبل أزيد من 31 سنة وتعد من أوائل المنظمات النسائية والسياسية في المغرب. طبيعة الحال بين مؤتمر الشباب ومؤتمر النساء خلوا مجموعة من المؤتمرات واحد دينامية جديدة لجهات الأقاليم بالمملكة، كفين دولة مؤتمر ناجح بجهة طنجة الحسيمة أطوار الحسيمة، وعلى المؤتمرات الإقليمية في كل من الحوز، وكذلك المؤتمرات الشبيبات ديالنا في قلعة سرانة وفي مجموعة من الأقاليم. هذا كيعبر على واحد دم جديد، واحد انتفاضة جديدة كيعرفها الحزب ديالنا اليوم. اليوم كنجيو على المنظمة النسائية اللي عندي 31 سنة باش تأسست، أي بعد 10 سنوات تأسست من بعد تأسيس الحزب اللي هو 41 سنة. وهذا التأسيس ما يمكنش نجيو اليوم في هذه المرحلة على المؤتمر النسائي دون ما نوقفوا واحد الوقفة ديال الإجلال وتقدير جميع الأخوات اللي سهروا على التأسيس ديال المنظمة النسائية. وأذكروا السيدة التي وافت المنية مؤخرا والتي كانت هي الأساس في هذه المنظمة النسوية، واللي هي السيدة المفتوح خديجة الكوار، اللي وافت المنية في شهر يناير المنصرم. كينعقد المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة الدستورية اليوم تحت شعار التمكين السياسي للمرأة رافعة أساسية للتنمية. هذا الشعار هو واحد البرنامج اللي دائما منذ التأسيس ديال منظمة المرأة كانت دائما كتعمل على التمكين السياسي للمرأة، وكتعمل على تمكين المرأة من مراكز القرار السياسي من أجل أنها تكون فاعل إيجابي في عملية التنمية. اليوم كنعتبروا بأن الأوراش الكبرى اللي كيفتحها المغرب واللي هي أوراش تنموية كبرى اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنجاحها إلا بإشراك المرأة، ومن أجل يعني الإشراك ديال المرأة يجب تمكينها من حقوقها سواء حقوق المدنية أو الحقوق السياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها الورش الملكي الهام اللي هو مراجعة مدونة الأسرة اللي غادي يمكن المرأة من الحقوق ديالها وغادي يعني خلق واحد الأسرة متماسكة، وكذلك القوانين المجحفة في حق المرأة اللي يجب أنها تزول، وفي يعني في 2023 لا يمكن أن نستمر في سماع قوانين
مجحفة كتميز بالإقصاء ديال عنصر أساسي اللي هو المرأة. والآن كنعملوه على يعني إن شاء الله في البرنامج ديالنا على أننا نساهمه في يعني تغيير جميع القوانين المجحفة في حق المرأة، وكذلك القضاء والمساهمة في القضاء على التحرش وعلى العنف، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا من أجل أنها تكون عنصر فعال في التنمية وفي إنجاح الأوراش الكبرى لبلادنا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله، اللي منذ توليه عرش أسلافه المنعمين كان دائما يهتم بقضايا المرأة، وفي ظل الملك ديالو عرفت المرأة واحد يعني واحد الحقوق كثيرة. ولكن نتوخى أننا نستمر في هذا المسلسل ديال التغيير وديال التجويد ديال القوانين من أجل تمكين المرأة. هذه المحطة هي محطة تنظيمية غتمكننا من أننا نعيد الهيكلة ديال منظمة المرأة من يعني من المنسقة الوطنية أو الكاتبة الوطنية، وكذلك تشكيل واحد المكتب وطني اللي غادي يسهر على تنفيذ البرنامج ان شاء الله اللي غادي يصادق عليه المؤتمر، وكذلك تشكيل مجلس وطني اللي غيكون هو البرلمان ديال منظمه المراه، وكذلك المؤتمر غادي يصادق على بعض التعديلات اللي قمنا بها في النظام الاساسي ديال منظمه المراه، وكذلك البرنامج اللي سطرناه من اجل المصادقه عليه.